دقيقة يبدأ تسجيل المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الحضور، الأساتذة والطلبة عبر كامل الوطن، أحييكم بتحية الإسلام. يتجدد لقاؤنا اليوم في سلسلة المحاضرات التي ينظمها مركز المساعدة النفسية الجامعية من الفضاء الرقمي لجامعة أحمد الدراية بولاية أدرار الجزائر. محاضرة اليوم حول استخدامات البرامج الإحصائية في البحوث الميدانية، برنامج الحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية لسبيسس نموذجا، من تقديم الدكتور مولودي محمد، أستاذ محاضر ألف من جامعة أحمد دراية بأدرار. أستاذ مولودي، نعم، نشكرك مجددا على قبولك وإتاحة لنا فرصة أن نكتسب القليل من الخبرة من خبرتك في خبرتك في البرنامج لاس بي اس اس، والأكيد أننا سوف يكون لنا الحظ الوفير من أن نستفيد منكم أستاذ. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. في البداية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كما كان مقررا أو مبرمجا، هذه محاضرة نظرية تطبيقية في الحقيقة حول البرامج الإحصائية في البحوث الميدانية، برنامج الحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية ونموذجا لسبيسس. في البداية، لا يخفى على أحد أن البحوث الميدانية تتطلب جهد ووقت كبير من الباحث، سواء كان طالبا في ليسانس او طالبا في الماستر او طالبا في الماجستير او طالبا في الدكتوراه او باحثا عموما. ولهذا الغرض جاءت هذه المحاضرة بعنوان استخدامات البرامج الإحصائية في البحوث الميدانية. في الحقيقة ان البرامج الإحصائية متعددة، والكثير منها قد لا يعرفه الكثير من الباحثين، ولكن بالنسبة للمتوفر أو الذي عندنا ومتوفر في جميع الأجهزة، وللأسف نحن بعيدين عنه أو ربما لا نعرف كيف نوظف هذه البرامج. وراح نذكر فقط برنامج يسير ومتوفر في جميع الأجهزة أو جميع الحواسيب في مايكروسوفت، ألا وهو إكسل أو قواعد البيانات. إذن إكسل في الحقيقة اللي يعرف يوظف هذا البرنامج يستطيع أن يتخلى عن البرامج الأخرى، لأنه فيه أشياء عدة ومتعددة. كل ما ينتجه البرامج الإحصائية يمكن إنتاجه فقط عبر الإكسل، ولكن الموضوع بتاعنا اليوم ليس إكسل ولكن فقط للإشارة فقط. إذن برنامج سبيسيس أو ما يعرف بالحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية هو برنامج متعدد ومكثف للعمليات الإحصائية. وارتأينا اليوم أن نعرج على أهم العمليات الإحصائية والتعامل مع جمع البيانات التي تأتينا من الميدان. هذه البيانات في الحقيقة هو قبل استخدامها علينا أن نعلم أن بناء الاستمارة يتطلب وقت كبير وجهد كبير من الباحث، لأن
اللغة المستخدمة في الاستمارات عادة ما تأتي عكسية اتجاه ما يصبو إليه الباحث. لماذا؟ لأن تلك العبارات التي تستخدم في الاستمارة غير مفهومة أو غير واضحة، أو ربما يفهمها الباحث أو يفهمها عفوا المبحوث على أنها سؤال متفرع أو متعدد الإجابات، وهذا هو الخطأ. الشيء الآخر وهو أنه إذا أردنا أن نستخدم هذا البرنامج أي الحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية الـSpaces، علينا أن نعلم أن أكثر توافق للأسئلة هو الأسئلة المغلقة أو الأسئلة الشبه مفتوحة وليس الأسئلة المفتوحة. وراح نتعامل في الأخير كيف نوظف تلك الأسئلة المفتوحة. وكذلك بالنسبة إلى البرامج الإحصائية أو الإحصاءات عموما، هي توافق كل بحث على حدة وليس البحوث مجتمعة. البحث فيه متغير مستقل، متغير تابع، أو متغيرين مستقل وتابع، أو متغير مستقل وتابعين، إلى غير ذلك. إذن كل بحث على حدة ينبغي أن نطرق له باب إحصاء معين. على سبيل المثال للحصر، من بين الإحصاءات الأكثر استخداماً في العلوم الاجتماعية والعلوم النفسية عموماً أو العلوم النفسية، هي قضية مدى التوافق أو مدى التجانس بين العينة أو أفراد العينة، وهذا ينتج من ما يسمى بالمقارنة بين المتوسطات، يعني الأكثر شيوعاً. وكذلك بالنسبة للعينة المستخدمة أيضاً تلعب دوراً كبيراً في النتائج التي ربما يسعى إليها الباحث، لأن العينة عادة ما تكون في العلوم الإنسانية ما يسمى بالمعيارية أو ما يسمى بالمعنوية. هذه المعنوية هي في الحقيقة تنقسم إلى ثلاث: هناك ثقة في 99% أي 1%، وهناك ثقة ب 95% أي ب 5% أي 95، وهناك ثقة ب 10 اللي هي 90. عادة في العلوم الاجتماعية نحكم يعني الميديا أو الوسط اللي هي 95 أي 0.05، وهذا هو المعمول به في كثير من البحوث في العلوم الاجتماعية. أضيف إلى ذلك أنه في قضية التعامل مع الاستمارة ينبغي الإشارة إلى شيء مهم جدا. في كثير من الأحيان يأتوني طلبة يريدون أن يقومون بعمل ما يسمى بالصدق. الصدق في الحقيقة قد لا يواكب أو لا يتلائم مع جميع الأسئلة، لأنه الصدق ينبغي أن تكون الأسئلة في الاستمارة ذات بدائل متساوية. ماذا نقصد بالبدائل المتساوية؟ على سبيل المثال إحنا الجنس عندنا ميزتين فيه، ذكر وأنثى، وعندنا الفئات العمرية مثلا فيها 5 أو 6 أو 7. لما تكون الاختلافات في البدائل بالنسبة للأسئلة نتيجة التحكيم إلى الصدق هنا يكون خطأ، لأن البرنامج يعمل على جمع تلك الرموز أو ذاك الترميز. على سبيل المثال نحن نقول ذكر 1 مثلا، أنثى 2، نجهب المستويات 1 2 3 4 مثلا 5. البرنامج وش راح يعمل؟ راح يعمل بقضية جمع تلك الأرقام، جمع الأرقام، جمع، أعيد أكرر، جمع الأرقام. معناه 1+2 بالنسبة للجنس، +1+2+3+4+5 بالنسبة للمستوى التعليمي. وبالتالي واش يصبح عندنا؟ إذا كانوا عندنا 2+5 تصبح 7. إذا 7 لما نقسمها على 2 يعني بين كمثال بين الجنس والمستوى التعليمي راح تنتج 3.5
خمسة، نلاحظ أن 3.5 لا تواكب الجنس، لأن الجنس أصلا فيه واحد واثنين. أستاذ مولودي، لذلك أن أستاذ مولودي، نعم هناك عرض أستاذ باوربوينت؟ هناك عرض باوربوينت؟ لا مانيش عارض، ولا مانيش عارض، مازال مازال رانا غير في. إذن شكرا. الآن قلنا وده هو الإشكال، يعني أن النتيجة التي ربما قد تحصل بعدم تساوي البدائل تعطي نتيجة خاطئة بالنسبة للصدق حتى وإن كان موجودا. لذلك الصدق أكثر ما يناسب هو المقياس، سواء كان هذا المقياس أو مقياس ليكر، سواء كان هذا المقياس ثلاثي أو خماسي، دائما المقياس يمشي بالفردة، ثلاثي أو خماسي أو سباعي إلى غير ذلك. المهم أنه المقياس فيه بدائل متساوية سواء كان ثلاثة، ورح نعرض استمارة على سبيل المثال، هي استمارة نموذجية فقط، رح نعرضها ونشوف في قضية كيف بناء الاستمارة على هذا النحو. إذا رايح نشوف الاستمارة إذا نلاحظ هذه الاستمارة على سبيل المثال أو راح نكبرها قليلا فقط. إذا نلاحظ أن هذه الاستمارة على سبيل المثال هو الموضوع حول الضغوط العمل على العاملين في المكتبات الجامعية. إذا بدون مقدمات، إذا الاستمارة ضع إشارة صحيح في خانة الإجابة المناسبة. مثلا البيانات الشخصية، عندنا الجنس ذكر أنثى، بالنسبة للسن 20-25، من 25-30-40 فأكثر، 40 سنة فأكثر. للإشارة هنا أنه في كثير من الاستمارات التي ربما تأتيني للتحكيم نلاحظ أنه هناك خطأ يستخدم أو يعمل به دائما، وهو قضية التفريق في فئات السن بالنسبة للبيانات. إذا البيانات هنا بالنسبة للسن هي بيانات كمية متصلة، بيانات كمية متصلة، لا يجوز أن نقول 20-25 ثم تألي الفئة الموالية 26 إلى غير ذلك. إذن هناك بيانات قلنا متصلة وليس منفصلة. إذن الواقع أن الفئات تمشي بهذا الشكل، من 20 سنة إلى أقل من 25 يعني في اللفظ، ومن 25 إلى أقل من 30، ومن 30 إلى أقل من 40، ومن 40 فأكثر. إذن البيانات الكمية المتصلة كالعمر كالوزن كالطول ينبغي أن تكون متصلة. التبرير اللي ربما يقوم به البعض يقول باللي أنه نذهب إلى مجتمع المبحوثين أو المجتمع الدراسة ما يفهموش وين يوضع العمر تاعه. كيفاش ما يفهموش وين يوضع العمر؟ هو عمره 25 سنة وشهر، وين يوضع لك الـ إذا 25 سنة؟ إذا تأتي في الفئة الأخرى وليس كي يلقى 25 ويلقى 26، هو عنده 25 وثلاث شهور ولا 25 وأربع شهور، وين يوضع لك العمر تاعه؟ إذا لابد أن تكون الفئات متصلة وليست منفصلة. نلاحظ أيضا أن المستوى التعليمي في كثير، أيضا المستوى التعليمي يجعل له أمي مش عارفة، لا أدري من أين أتت هذه المعلومة، هو مستوى تعليمي والأمي ليس لديه مستوى تعليمي. لكن قلنا مستوى ثقافي أو معليش صح، مستوى التعليمي إذن لابد أن يكون قد تدرجا بالنسبة للمستويات التعليمية الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة. كذلك بالنسبة نلاحظ هنا الحالة العائلية، إذن الحالة العائلية فيها أربع مستويات. إذن كذلك طالما أن الموضوع هو في قضية
ضغوط العمل على العاملين في المكتبات الجامعية لابد أن نشير هنا إلى الخبرة المهنية في مجال المكتبة. إذن نلاحظ أن الفئات هنا أقل من 5 سنوات، 5 سنوات إلى أقل من 10، كذلك هذه تعتبر بيانات كمية متصلة وليست منفصلة. إذن أقل من 5 سنوات، 5 سنوات إلى أقل من 10، من 10 سنوات إلى أقل من 15، من أكثر من 15، من 15 إلى فأكثر. نلاحظ هنا طالما نحن نتكلم عن الضغوط، إذن المناسب لهذا الموضوع هو المقياس، المناسب لهذا الموضوع هو المقياس، لأن لاتيتيد أو القياسات الاتجاهات نلاحظها بهذا أو تعالج بهذا الشكل، شكل المقياس. نلاحظ أنه في هذه الاستمارة الرقم، العبارة والكلمات أو المقياس لكرت الخماسة. إذن أوافق بشدة، أوافق فقط، محايد لا أوافق، لا أوافق بشدة. نلاحظ أن العبارات التي تسمى أبعاد اللي رايح تكشف لنا على المؤشرات مثلا في الأسئلة تكون بسيطة وسلسة لكي يفهمها المبحوث، وواجه صعوبات في الاتصال مع المستويات المختلفة، لأن المكتبات أي فيها عدة مستويات، فيها المستوى اللي راهو داخل لأول مرة جاي من الثانوية، فيها المستوى اللي ربما حتى قضية السمع إلى غير ذلك ربما قد لا ليست لديه خبرة بالاتصال بالنسبة للمكتبات إلى غير ذلك، ضعف التعاون كذلك في بعض الحالات مع الأقسام والكليات، التدخل في بعض الحالات أيضا في المسؤوليات، مشكلة الكفاءة، وهذا ما نعاني منه كثيرا في كثير من الدوائر الحكومية. هذا بالنسبة لي أحد المحاور أو الأبعاد. تضارب الأدوار أيضا، أشعر بالنقص في الوقت الممنوح لتنفيذ العمل، ربما الوقت الممنوح طالما أن المكتبات فيها ضغط الطلبة، إذا الوقت الممنوح بس ربما لتنفيذ العمل ربما يكون قليل جدا. كذلك يطلب مني العمل بأساليب مختلفة، إذا واحد راح باي مش عارف راح يودع كتاب، راح واحد باي يسحب كتاب أو يعير كتاب إلى غير ذلك، إذا فيه عمليات مختلفة بالنسبة لي، أشعر بضغوط نتيجة العمل إلى للجماعات التي أعمل معها. كذلك في الاتكالية هنا تصلني أوامر مثلا أو طلبات غير متوافقة من أكثر من طرف. الشيء الآخر اللي ربما يقعد الجميع بالنسبة للوظائف، وهو في بعض الحالات ربما في الجزائر قد اختلفت كثير من المعايير، ولكن توجد في بعض البلدان العربية لا يفضلون التقاعد، بعكس الجزائريين اللي ربما كل واحد راه يطالب بالتقاعد المسبق. إذا الإحساس بالتقاعد المبكر أو المفاجئ، الفرق الكبير بين الرتب أثناء الوظيفة وبعد التقاعد، قلة الشعور بالأمل لمستقبل الوظيفة إلى غير ذلك، التنقلات التي لا تتلائم ومصلحة العمل، والتنقلات التي لا تتلائم الظروف الشخصية، وجمود، هذا أيضا عامل لابد أن يشار إليه في مثل هذه الظروف بالنسبة لهذا الموضوع، جمود سلم الرواتب المعمول بها. إذن هذا بالنسبة إلى العملية التي يمكن أن نبينها في هذه الاستمارة. بدون إطالة راح نتعامل الآن مع البرنامج، وراح نقوم بعملية مصغرة فقط، لأن الموضوع ربما أراه شائك ويحتاج إلى وقت كبير، ولكن راح نتعامل مع البرنامج خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، حتى نتمكن أو يتمكن الجميع من إدراك على الأقل الخطوات التي الأساسية التي في البرنامج، علما أن البرنامج المتوفر أو الفيرسيون المتوفر عندي الآن هو الديجيت، هو رقم 18. كثير من الحالات أيضا تأتيني يقول أنه أنا أريد أن أستخدم الفيرسيون تاع الفا ولا 22 ولا 24 ولا 26. المشكلة مش قضية في الفيرسيون، بالنسبة للبيانات أو الإحصاءات كما جاء في العنوان، الإحصاءات الموجودة في الفيرسيون الأولى هي نفس الإحصاءات الموجودة في
لفيرسو الأخير، ليس فيها فرق. الفرق الوحيد هو أنه توجد بعض الأدوات المساعدة توجد بمجموعة في مكان واحد حتى لا يتطلب منا الذهاب إلى أيقونات أخرى لاستخراج نوع من الإحصاء. إذن رايح نبدأ أيضا بالنسبة إلى رايح نوقف النافذة ورايح نأتي إلى البرنامج. إذا رايح نبدأ في قضية نموذجة أو نمذجة ل إذن إيقاف العرض. إذن بالنسبة لي المشاركة، إذن نشارك أيضا قضية نافذة للبرنامج. إذن راح نبدأ على بركة الله بالنسبة لقضية الترميز. إذن في البداية نريد أن ننوه إلى هناك برنامج مساعد في قضية الترميز، وهو كما أسلفت سابقا وهو البرنامج الإكسل. يعني الآن احنا نذهب إلى شاشة المتغيرات، وهذه هي الشاشة يعني الاستقبالية أو شاشة التمهيد لاستخدام للبرنامج. نلاحظ في الأعلى في قضية البرنامج على حسب اللغة المستخدمة بالطبع، هو أكثر اللغات اللي احنا اللي ربما عرفوها في البرنامج هي بين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. إذن نلاحظ أن الآن راهي اللغة راهي فرنسية. نلاحظ أن لونو تيب لارجور ديسيمال إتيكيت فالور، ونتوقف هنا فقط لأنه ما يفيدنا هنا نتوقف عند كلمة فالور في هذه المدخل. نلاحظ أن النيم لا يقبل بأي شكل من الأشكال ما يسمى بالفراغ أو الإسباس. إذن على سبيل المثال إحنا راح ندير كلمة فيها مقطعين، البرنامج مش راح يتحمل أن هذا المقطعين مثلا المستوى هذا الشكل المستوى وندير سباس وندير التعليمي مثلا. نلاحظ أن بعد خروجي مباشرة من الكلمة البرنامج مش راح يقبلها، وراح يقول لك باللي هذا الكاركتر أو هذا الرمز ليس ممنوع الاستخدام، هذا الكاركتر ممنوع الاستخدام لدي في النوع. إذا اللونو لا يقبل الفراغ، لا يقبل أي رمز من الرموز عدا رمزين اثنين، النقطة وتيرين تاع الويت هذاك اللي أسفل، يعني التيرين تاع الأسفل فقط من هذه العملية. إذا لو أردنا الترميز على سبيل المثال لابد أن نكتب حرف أو كلمة واحدة متصلة بدون مسافة، كلمة واحدة بدون مسافة. على سبيل المثال نقول السؤال الأول، سؤال واحد هذا ما فيش سباس يقبلوه عادي. واش يبقى لدينا التايب. التايب هنا في الحقيقة يفضل أن يترك رقمي أو نيميريك، يفضل أنه يفضل يعني بإمكان، هو فيه عدة يعني أنواع
فيه قضية النمريك، فيه قضية البنك الفاصلة، فيه الكوان، فيه اللي يعني الوحدات العلمية نوتاسيون سيانتيفيك، وفيه التاريخ، فيه العملة، وفيه الرموز، وفيه قضية الصفة أو لسان. إذن هذا هو الطايب بالنسبة لقضية البرنامج. إذن الطايب هو نوع المتغير، نوع المتغير. بالنسبة كذلك إلى نارجور اللي نشوفه هنا، راهي بار ديفو راهو 8. إذن هي بار ديفو 8. 8 لا تعني هنا لقضية المتغير، لا، 8 تعني للبيانات التي سأدخلها فيما بعد. يعني لو كانت الكلمة تاع البيانات اللي باغي ندخلها أكثر من 8، رايح البرنامج وين دخلت لي ديك الكلمة راح يرفضها. السبب هو أنه أنت راك عطيته 8 والكلمة ربما فيها 9 حروف، وبالتالي مش راح يستقبلها، لابد أن نعيد مرة أخرى إلى نفس المتغير ونزيد في عدد اتساع للكلمة، وللإشارة أنه الكلمة هنا أو لارجور يتسع إلى 40 حرفا. وبالطبع ما كانش كلمة يعني حتى في اللغة العربية أو في القرآن الكريم ربما أطول كلمة فسيكفيكم الله، إذن ما كانش كلمة ربما توصل أو توصل إلى 40 حرفا. قضية الديسيمال هنا يفضل في البيانات النوعية يفضل تركها إلى أو الصفر، يفضل أن نتركها حتى قضية الصفر. ليتيكيت هنا أو ما يسمى بالكونية أو الاسم أو إلى غير ذلك، هنا لابد الإشارة إلى أن البرنامج يعمل على شيئين، يعمل في إظهار الجداول التي ستنتج في النهاية، يعمل يا إما أن في حالة عدم وجود لتيكت هنا أو اسم في لتيكت راح يعطي السؤال الأول كعنوان كعنوان للجدول، بينما لو كان السؤال الأول مثلا نقول الجنس أو جنس المبحوث، جنس المبحوث، جنس المبحوث، إذن هنا راح يكون عنوان نتاع الجدول هنا هو عنوان العنوان جنس المبحوث، وبالتالي يسر علينا قضية إدراج عناوين للجدول، يسر لنا إدراج عناوين للجدول. كذلك نتقدم إلى الخطوة المساعدة الأخرى، هي الفالور أو القيمة، قيمة أي رمز أو أي متغير حسب البدائل التي تتوفر. مثلا الجنس هنا جنس مبحوث يتوفر على بديلين لا ثالث لهما. إذا البديل الأول نكتب رقم في عدد أو قيمة فالور، ولا نكتب العكس نكتب الحرف ومن بعد نكتب الرقم، لا، نكتب فالور القيمة ثم نقيم اسم الفالور القيمة. إذن مثلا واحد هي في ذكر، مثلا واحد راه ذكر، نكتب كلمة ذكر ونضغط على يا إما إذا كانت بالإنجليزية أ دي دي أي أضف، أو بالفرنسية نضغط على كلمة أجوتي. إذن أجوتي أضف، إذن أصبحت للذكر رقم واحد. اثنين مثلا أنثى، على سبيل المثال ها هي أنثى، وراح ننتقل بعد هذا النموذج. إذن أنثى وندير أجوتي. الآن انتهينا من الترميز بالنسبة للجنس، وهكذا دواليك بالنسبة للمتغيرات الأخرى. لابد أن نسبق من اللونو ونذكر أو النيم، نذكر أنه لا يقبل المسافة أو يقبل الرموز أو شيء من هذا القبيل، عدا شيئين اثنين، هي قضية النقطة بين الكلمات أو قضية التيري تاع الوسط في قضية الأسماء المركبة أو المتغيرات المركبة. كذلك بالنسبة للتايب قلنا يفضل نترك نميريك، واللي يبغى يغيره وخاصة بالنسبة لبعض البحوث لابد أن نغير، مثلا يريد باحث أن يعرف مدى أثر أو تأثير العمر على التحصيل الدراسي إلى غير ذلك، إذا لابد أن يغير التايب بدل ما كان من نميريك إلى ضغط. وهنا نشير إلى أن التاريخ هو فيه 10 حروف، تاريخ في 10 حروف وليس 8، ربما قد يظن البعض أنه التاريخ فيه 8، لا، التاريخ فيه 10 حروف. يعني بالمجرد مثلا نضغط على التايب
ونديروها ضغط، نلاحظ انه 8 هذه راح تولي 10 بصح غير مفعله، نلاحظ تولي 10 بصح غير مفعله. هنا دوك انا درت التاريخ الانجليزي وبالتالي راهو تغير، بصح لو كان اخترت التاريخ نتاعنا اللي نديرو فيه لا قضيه لجور والشهر، انا نشوفه باللي رقم 10 بصح غير مفعله، اي تصبح لضغط لابد ان يحسب 10 يعني خانات او 10 حروف، وبالتالي عندنا رقمين بالنسبه لي اليوم، رقمين بالنسبه لي الشهر، واربع ارقام بالنسبه لي السنه. لا ننسى التيري او سلاش بين الارقام بالنسبه لي العمر. كذلك بالنسبه الى قضيه الان درجنا ما يسمى بالسؤال فقط، هذا الموجز فقط، درجنا سؤال حول الجنس. الآن ننتقل إلى استمارتنا وندرج سؤال أيضا بالنسبة من ضمن الأسئلة التي ربما هي راهي موجودة في قضية ضغوط العمل. نلاحظ أنه قلنا السؤال مثلا سؤال ربما بعد البيانات الشخصية، راح نرجع إلى الاستمارة. مثلا الاستمارة عندنا فيها في قضية البيانات الشخصية عندنا فيها سؤال أول جنس، سؤال ثاني السن، المستوى والحالة الاجتماعية، الخبرة. السؤال الموالي اللي هو في قضية ستة، إذن ستة هو يأتي الآن هذا المقياس. نبدأ على بركة الله في قضية الترميز بالنسبة للمقياس. إذن إحنا عندنا السؤال كما قلنا، إذن السؤال راح نكتب على السؤال تبع لي البيانات الشخصيه. بالطبع راح نتجاوز قليلا بالنسبه للاسئله لان الوقت ربما قد يداهمنا. اذا السؤال قلنا سؤال رقم 6، اذا طالما السؤال رقم 6 اذا كما قلنا هو مقياس، اذا يفضل في قضيه لارجور يترك بار ديفو ولا بغينا مش مشكل. بالنسبه للجنس عفوا للسؤال السادس هو حول كما قلنا المحور هو في قد في المحور هو حول صراع بين الاقسام. اذا لابد ان نميز هنا السؤال لا يبقى رقما بهذا الشكل، لابد ان نضيف اليه شيء، نضيف اليه شيء حتى نستطيع فصله عن بقيه. اذا لو قلنا السؤال الف ستة، إذا كما قلنا البرنامج ما يقبل الإسباس ولكن يقبل بالنسبة للتيري أو يقبل النقطة، إذا راح يقبلها لنا الآن، أكو شوفوا باللي يقبلها. إذا هذا السؤال ألف، لماذا؟ لأنه هذاك المحور اللي عندنا هنا هو الصراع بين الأقسام، إذا يخص ألف. وكذلك الأسئلة التي تأتي كلها مندرجة تحت هذا السؤال، ينبغي أن تأخذ ألف والترقيم نتاع السؤال 6 7 8 بصح المهم نحافظ على السؤال الف 6 الف 7 الف 8 الى اخر سؤال في قضيه هذا المحور حتى نتذكر في عند التحليل. اذا هذا السؤال عندنا، السؤال هو في قضيه حول الصعوبات، نكتب كلمه صعوبات ماشي مشكل، نكتب صعوبات. التذكير ان قلنا انه هذه الكلمات التي تكتب في الاتيكيت هي عبارة عن عناوين أو تخرج كعناوين بالنسبة للجدول. الآن نأتي إلى الترميز بالنسبة للفالور أو قيمة السؤال. كما قلنا هنا السؤال لديه خمسة بدائل، لديه خمسة بدائل. نبدأ عكسيا أو نبدأ حسب الفئة الأضعف، يعني الاتجاه لاتيتيد الأضعف. وش معنى لاتيتيد الأضعف؟ معناها لو كان قلنا واحد، إذا لابد أن ندير لا أوافق بشدة، لا أوافق وليس أوافق، لا لا أوافق، هذا ينبغي الإشارة إليه حتى لا تخرج نتائج عكسية، لا أوافق بشدة. إذا هذا هو السؤال رقم، أو هذا هو اللي يحمل رقم واحد، ندير أجوتي. رقم اثنين ندير لا أوافق. إذا رانا ماشيين بقضية اللاتيتيد يعني الضغط الأكبر أو الشدة الأكبر، إذا لا أوافق. أجل
رقم ثلاثة محايد، محايد. رقم أربعة وافق، وافق. رقم خمسة وافق بشيء، ونعمل على إضافة. إذن اكتملت البدائل الخمسة، أذكر يعني البدائل لابد أن تمشي إذا كان بديتها على حسب الاستمارة اللي عندك. وافق بشدة، لابد أن تعطي لكلمة وافق تعطيها رقم خمسة، ما تعطيهاش رقم واحد، تعطيها رقم خمسة. وبالتالي رقم خمسة وافق بشدة، رقم أربعة وافق، رقم ثلاثة محايد، رقم اثنين لا أوافق، ورقم واحد لا أوافق بشدة. إذن هذا هي المعيار الصحيح بالنسبة للترميز. إلى عند هذا الحد راح نتوقف على هذا الترميز فقط. هذه إن شاء الله نقول نلتقي في فرصة أخرى حتى نذهب إلى أشياء أخرى. إذن بالنسبة طالما إحنا درنا المقياس ليكيرت، ينبغي التذكير هنا لا داعي لإعادة الكتابة من جديد، فقط ننسخ هذه لا أوافق ونلصقها في جميع الأسئلة التي تلي ذلك مهما كانت عددها. ينبغي الإشارة أيضا إلى أن البرنامج راح يحسب على حساب طابلو إلى غاية 100، ثم يقسم لك الطابلو الأولى الطابلو الثانية إلى غير ذلك. لا علم. إذن المهم أن قضية الترميس إلى هنا فقط نذكر شيء آخر أيضا. كثير من الأسئلة تأتي أيضا بالنسبة للسؤال الفرعي. السؤال الفرعي لا يدرج كسؤال رئيسي، يدرج ضمن أو تحت السؤال الرئيسي له. مثلا إذا كان السؤال فيه نعم لا، مثلا لنفترض أن السؤال افتراضا هذا وليس سؤال، مثلا السؤال مثلا 14، سؤال 14 فيه سؤال فرعي، إذا كانت الإجابة بنعم، كل ما علينا فعله هو لابد أن نكرر ننسخ السؤال فقط دون الرابع عشر، لأنه سوف لن يقبل منا تكرار المتغير، ونلصق السؤال ونكتب بعد 14، وكما قلنا يا إما النقطة أو الـ نقطة أو التيري نتاع قضية الأسفل. إذا نلاحظ أنه قبلها، إذا أنا أعطيتنا موجزين يعني متعمد حتى يفهم المتتبع إلى أن البرنامج قلنا ما يقبل الفراغ، ما يقبل الإسباس، وبالتالي نستطيع أن نتحايل عليه قليلا، ندير له التيري نتاع الأسفل تعلوي أو دينه النقطة، وبالتالي يصبح عندنا السؤال رقم 14 هو رئيسي، والسؤال 14 نقطة واحد يعني السؤال الفرعي التابع له بالنسبة. إذا كانت أسئلة متعددة الفرعية إذا ندير 14 نقطة واحد، 14 نقطة اثنين، كبرت الترتيب اللي نديره في قضية المتن بالنسبة للمذكرة. إذا عند هذا الحد راح نتوقف بالنسبة إلى قضية الترمز وننطلق إلى شيء آخر. الشيء الآخر وهو في قضية التعامل مع البيانات. هناك الآن أصبح الحمد لله يعني متوفر لدى الجميع أنه الاستمارة ما يسمى بالاستمارة الإلكترونية، الاستمارة الإلكترونية. بالنسبة قضية الاستمارة الإلكترونية أنا كنت جربت بالنسبة لهذه الاستمارة، كنت استخدمت استمارة إلكترونية بالنسبة لطلبة الماستر سنة الثانية وأعطوني أجوبة، وبالتالي رايح نعرض هذه الأجوبة على سبيل المثال. إحنا الآن رأنا أخذناها من البرنامج اللي هو جوجل فورم، هذا نتاع هذه السيارة بالنسبة للتشكيل أو لتصميم الاستمارة. أخذنا تلك الأسئلة
حولناها الى اكسل، من اكسل ارنا جبناها الى البرنامج. نلاحظ انه ايضا في قضيه هذه العمليه نلاحظ انه الكيستيو او السؤال واحد هو للجنس مبحوث، السؤال اثنين هو لعمر مبحوث، سؤال ثلاثه هو لتاريخ الميلاد، سؤال اربعه مكان الاقامه، والسؤال رقم عفوا السؤال تاريخ الميلاد ومكان الميلاد، اذا مكان الاقامه. اذا كذلك بالنسبه الى الحاله الاجتماعيه والمستوى التعليمي وال قضيه ال كذلك بالنسبه للسؤال الموالي هو في قضيه الحصول على شهاده البكالوريا و سنه الانتساب الى الجامعه او سنه الدول، يعني البكالوريا هذيك كانت من نوع يعني نظامي اي عادي في قضيه الدراسه او تابع لمديريه التربيه. راح الان نبدا في عمليه اللي قلنا عليها مثلا انه في كثير من الحالات تاتي في قضيه لا الصدق. هنا المشكله انه لو كان كانت البدائل مش رايحه تكون كما نقولوا احنا متساويه، راح تكون عندك مشكله في قضيه الصدق. اذا راح فقط كما نقولوا احنا نسيو هذا الصدق ونشوفوا. اذا انا ندير في ابيليتي راح نشوفوا، اذا نضغط على قضيه اللي راها عنده مشكلة في قضية الصوت يتبع الصورة، اللي عنده مشكلة في قضية الصوت يتبع الصورة. إذا بالنسبة إلى الصورة التي عندي ليست مازال ما راح ما كاينش، راه قيل توقف في العرض، نرجع إلى العرض عفوا. يبدو أن العرض توقف. مشكلة. نعتذر عن هذا الخلل. هنا مشكلة نتاع قضية الأرض. نعتذر. أستاذ لا عندك مشكلة؟ مش عارف أنا رأيي، عندي مشكلة أنا. اي عندي مشكله، لا العرض راه توقف. ما هو ماذا استاذ؟ العرض اللي كنت دايره توقف. استاذ اذا امكن تعاود تحبس العرض وتعاود استاذ تعرضه من جديد. المشكله نعم استاذ ما راهش يمشي، ماهوش اكتيف باش نوقفه ولا لا. نو استاذ احنا يظهر عندنا الصوره استاذ، احنا الصوره راهي تظهر عندنا. الصوره السابقه مش الصوره الاخيره. استاذ اذا امكن توقف العرض، عرض المشاركه وبعد. استاذ اذا امكن اوقف مشاركه العرض وعاود دير المشاركه. المشكله قلت لك انه توقيف المشاركه ماهوش متاح. استاذ هو راه يكون من عندك. توقيف العرض ماهوش متاح. استاذ هو يكون من عندك استاذ توقيف المشاركه مش من عندي. اني فاهم بصح قلت لك ما راهش يخدم، ما راهش يعمل. نستسمح فقط اذا امكن انك تخرج كاع من القاعات او ترجع للقاعه استاذ. استاذ نعم؟ يعني اذا امكن انك تخرج من القاعه نعم. وتعاود ترجع للقاعه استاذ. اي صح ما يشوف. نستسمحكم دقيقه فقط.
بس تسمحوا الحضور لوجود مشكل تقني عند الأستاذ المحاضر. الأستاذة جيلي، الإنترنت جيدة عندنا، فقط نحن ننتظر عودة الأستاذ لوجود مشكل تقني عنده. نعم بدر، هناك خلل عند الأستاذ أنه توقف العرض، سيعود دقيقة فقط لإصلاح الخلل التقني عند الأستاذ. من يشتكي من مشكل الصوت فإن الأستاذ محاضرة توقفت لبضع ثواني أو دقائق لإصلاح خلل تقني فقط. الإشكال كان موجود على مستوى الاسبيسات، لأن الأستاذ كان يعرض البرنامج الاسبيسات مباشرة، فحدث خلل في مشاركة صورة البرنامج الاسبيسات على للحاضرين، ولهذا اضطر الأستاذ للخروج من الحصة والرجوع إليها في انتظار فقط دخول الأستاذ إلى القاعة. نعم نستسمحكم بضع دقائق فقط. نعم أستاذة، دخلت. مرحبا أستاذ. نعم، عودة مرة أخرى إلى البرنامج. إذا فقط كانت هناك مشكلة بالنسبة إلى النافذتين المفتوحتين بالنسبة للسبيسيس، ربما رايح نستخدم الآن
الشاشه الكامله ربما حتى نتفادى قضيه التعامل مع هناك راهي كاين مشكله، يتم تقديم شاشه لي تبتر بوكر وقيله واش نعرف، راه داير العرض خاصو يوقف العرض. نعم، إذا راح نعود إن شاء الله إلى قضية الشاشة الكاملة حتى نتفادى الانقطاعات مرة أخرى. إذا نعود إلى البرنامج الآن. كنا توقفنا حول قضية الترميز في الأخير، كنا توقفنا حول قضية هذا الترميز وانتقلنا إلى شيء آخر وهو قضية البداية في قضية التعامل مع البيانات، التعامل مع البيانات. نعود إلى النقطة التي توقفت فيها، قلت كنت أجريت استمارة إلكترونية مع طلبة الماستر في السنة الثانية تنظيم وعمل، استمارة إلكترونية وبالطبع راح جاوب العدد الطلبة وأخذنا هذه البيانات من جوجل وجوجل فورم اللي هو قضية السيارة إلى غير ذلك، وأدرجناها أولا في برنامج إكسل، وبعدها تعاملنا معها كأنها بيانات استمارة ورقية. فقط ينبغي الإشارة إلى هنا أنه في قضية الاستمارة لما تأتي بصيغة إكسل ينبغي نقلها عمود عمود وليس نقلها عامة، إذن في هذه الحالة راح يكون التنسيق غير جيد وبالتالي سيتعب الباحث، لذلك ينبغي نقلها عمود عمود. إذن هذه الأسئلة الآن راهي أمامنا فقط للإعادة. إذا قلنا الكيستيو بالنسبة للسؤال الأول هو جنس المفحوصين، السؤال الثاني العمر، التاريخ، المكان، الحالة، المستوى، الدراسة في الثانوية إلى غير ذلك، الحصول على شهادة البكالوريا، ويعني مؤسسة الانتساب بالنسبة إلى قضية هل كان نظامي بالنسبة إلى شعبة التخصص في الدراسة وسنة الحصول على البكالوريا، ومؤسسة الانتساب قصده بها يعني هل هو في الثانوية أو يعني قوة البكالوريا بالنسبة للأحرار. إذا هذا هو الشكل الآن الذي عندنا. أول شيء ينبغي معرفته هو أنه بالنسبة للتعامل مع البيانات هناك صفتين اثنتين، هناك ما يعرف بالجداول البسيطة وهناك ما يعرف بالجداول المركبة. الجداول البسيطة يقصد بها أن كل سؤال لديه جدول بسيط، كل سؤال يعني كل سؤال من ضمن هذه المتغيرات اللي أمامنا الآن من 1 إلى 8 كلها يعني كي نجي نديروا لها الأناليز بالنسبة للبيانات يسمى التحليل بالنسبة للجداول البسيطة، راح يكون كل عنوان كما تشوفوا يكون له جدول بسيط. ننطلق على بركة الله. بالنسبة لي أول خطوة يقوم بها بعد الترميز والتأكيد من الترميز بالطبع، أول خطوة ينطلق بها الباحث وهو إذا أراد أن يعمل عملا يعني نقول محترفا عليه أن يتتبع الخطوات التي سأدرجها حاليا. إذا أولا عندنا الستاتستيك ديسكريبتيف يعني الإحصاء الوصفي، ستاتستيك ديسكريبتيف أو الإحصاءات الوصفية. الإحصاءات الوصفية تسبق من التكرارات، وللأسف أنه في كثير من المشرفين على الأعمال يظنون أن التكرارات بإمكان زيادة العينة وهذا خطأ. لا يمكن لجدول تكراري أن تكون العينة مغايرة أن تأتي مطابقة في جميع جدول البسيط، لا يمكن أن تتغير مثلا أي العينة 200 تولي 201 ولا تولي 202 أو تولي 203 كما يشاع
بالنسبه لي اسست المنهجيه انه الاجابات متعدده، لا البرنامج اصلا هو لا يقبل عندك الاجابه بالنسبه للتكرارات، التكرار لا يقبل اجابتين معا، التكرار لابد ينبغي قيمه واحده، في التكرارات ينبغي قيمه واحده. اما الاسئله التي فيها عده اجابات هذيك لا تحلل هنا. اذا نبدا على بركه الله، اذا قلنا ستاتستيك ديسكريبتيف، رايح نقوم بعمليه ربما لكي يدرك الجميع بالنسبه للعمليه. فقط اسمحوا لي، فقط عندنا اشاره الى اداه مساعده جدا بالنسبه للتعليم وهو الرسام. الرسام هو اداه مساعده جدا بالنسبه للتعليم عن بعد. نلاحظ ان الصوره هنا الان اصبحت بين ايديكم، بامكاني نكبرها قليلا حتى نلاحظ العمليه. اذا نلاحظ ان الادوات المساعده هنا، نلاحظ انه اناليز راهي بالاصفر، وقلنا الاحصاءات الوصفيه ستاتستيك ديسكريبتيف، ونعمل جداول بسيطه افكتيف او نلقاوها بالانجليزيه فريكونسي. بالنسبه للفرنسيه راهي افكتيف، بالنسبه للفرنسيه نلقاوها فريكونسي. اذا نضغط على افكتيف. نرجع الان الى البرنامج، فقط هذه للتوضيح، صوره للتوضيح. نرجع الى الان الى البرنامج. اذا نقوم كما قلنا اناليز تسكريف ديسكريبتيف و فريكونسي او عفوا افكتيف. نلاحظ انه هذه هي المتغيرات التي بين ايدينا، هذه المتغيرات التي بين ايدينا، ماذا نعمل لها؟ اولا لابد بالضغط للتحويل بالسهم الوسط، نحول بالسهم الوسط. اما نضغط على المتغير ضغطتين معا بهذا الشكل مثلا، او نضغط كنترول على حسب النظام، كنترول كي او كنترول ا، حتى نعمل تضليل للجميع ثم ننقلها بهذا الشكل. اذا اصبحت كل المتغيرات الان عندنا في النافذه اللي هي نافذه المتغيرات. هناك عمل ثانوي يمكن الباحث يقوم به، يمكن لا يقوم به، المهم على حسب توجهاته او على حسب ما يريد الباحث من البحث. لو اراد الباحث ان يعرف مدى المتوسطات التي موجوده في والانحرافات، عليه بالضغط على ستاتستيك في نافذه هذيك افكتيف، نضغط على ستاتستيك ونعمل على وضع علامه الصح امام كلمه مويا او مان بالانجليزيه، ونضغط ايضا على كلمه ايكار تيب اللي هو الانحراف المعياري. بالطبع توجد كما قلنا احصاءات اخرى، يوجد التباين، يوجد المدى، يوجد اكبر قيمه، اصغر قيمه، الخطا في المتوسط، يوجد معامل التفرطح، ويوجد معامل الالتواء. بالطبع يعني هذه ربما يطرق لها جماعه الاقتصاد او التجاره اكثر منا. المهم الان نضغط على كلمه، بعد ما حولنا لفاريابل الى حولنا المتغيرات الى نافذه لفاريابل، وضغطنا على ستاتستيك لنخرج المتوسط الحسابي الحمال، ندير اوكي. الان ضغطنا على اوكي، الان راح نلاحظ الجداول التي ستتشكل، وسنتعامل معها باحترافيه حتى يسهل على الكثير من الباحثين، يسهل عليهم التعامل مع هذه الجداول بالنسبه للوورد. وهذه هي المشكله التي يقع الكثير منها، انه كي ينقل جدول من البرنامج الى الوورد يقول لك راه التنسيق خسر، ولا راهي اللغه العربيه اصبحت مقلوبه، او اصبحت الحروف غير واضحه الى غير ذلك. راح نتعامل مع هذه الجداول، ريثما فقط تظهر هذه الجداول نظرا ل لا ادري هذا البطء من اين. الحقيقه لم يكن في يوم من الايام هذا البرنامج هذا الميكرو في هذه القضيه، ولكن معليش نصبروا عليه شويه قليلا. الان راهي خرجت لنا الجداول. نلاحظ الجدول الاول اللي طلبنا من البرنامج، طلبنا منه يعطينا المويا يعني المتوسطات الحسابيه، ويعطينا الكارتيب بالنسبه لجميع المتغيرات. نلاحظ كذلك الاجابات التي وردت في كل سؤال، وهنا ندرك ان بعض الاسئله التي لم يجب عنها ربما فيها خلل في قضيه طرح السؤال او الى غير ذلك. المهم انه نلاحظ انه الان
الاجابات اللي راهي موجوده جنس المبحوث جاوبوا عليه 10، عمر مبحوث 10، تاريخ 10، ما كان 10 10، المهم انه الاجابات كلها متساويه. بالنسبه للمونكو يعني النقاط المفقوده او الاسئله التي لم يجب عنها لا توجد، لا يوجد اي سؤال. بالنسبه للمتوسط الحسابي لجميع المتغيرات انا نشوفوه مني ابتداء مع العلم ان النقطه في البرنامج هي تحسب فاصله، النقطه تحسب فاصله، والنقطه قبل يعني النقطه بدون رقم قبلها تعني يعني صفر فاصل، يعني صفر فاصل باش نتفاهموا مليح. اذا لي كارتيب والانحراف المعيار. نلاحظ اول استخدام للجداول البسيطه لطابلو دو فريكونسي لا فريكونس، نلاحظ انه كما قلنا انه ليتيكيت راهي عباره عن عناوين بالنسبه للجداول، اذا جنس المبحوث او جنس المبحوثين، جنس المبحوثين الان راهو واضح. كذلك بالنسبه للفئات العمريه، عمر المبحوثين، تاريخ الميلاد، مع العلم انه كانوا يديروا السنوات فقط بالنسبه هذاك علاش ما استخدمنا ليزات. بالنسبه لتاريخ يعني مكان الاقامه داخل ولا خارج الولايه، الحاله العائليه والمستوى التعليمي، شعبه التخصص وسنه الحصول على البكالوريا والانتماء او مؤسسه الانتساب بالنسبه للشهاده. الان احنا عندنا جداول تكراريه، كيف نقوم بنقلها الى الوورد؟ لا ننقل الى الوورد بقضيه كوبي كولي، هذا خطا، كوبي كولي ما يصلحش، تصلح حاجه عمليه تقنيه جيده نستخدمها، وهي اولا ناتي الى كلمه فيشي او فايل بالانجليزي، كلمه فيشي، ونذهب الى اكسبورت، راح نقوم بعمليه الصوره ايضا حتى تتضح الصوره اكثر، وراح نرجع الى البرنامج بالنسبه لي راح نرجع الى البرنامج وراح ندير كول، اذا كوبي كول، نلاحظ هي الكلمه، اذا فيشي و اكسبورت، يعني اخرج لنا النتائج على الشكل الموالي، راح نضغط عليه في البرنامج، اخرج لنا النتائج على الشكل او على الفورم الموالي، راح نضغط على نرجع الى البرنامج، اذا فيشي هو عفوا النتائج، اي النتائج، نضغط على وينبغي التاكيد هنا الضغط على النتائج وليس على المتغيرات، اذا فيشي اكسبورتي، نضغط على اكسبورتي، ستنبثق لدينا نافذه، هذه النافذه سنلاحظ ماذا فيها، سنلاحظ ماذا في هذه النافذه. إذا النافذة تحتوي على عدة صيغ بالنسبة للمخرجات، رسمت النافذة، ها هي النافذة الآن. النافذة نلاحظ فيها شيئين، الشيء الأول هو قضية لا فورمات تايب أو تيب نتاع نوع الصيغ اللي هي يا إما وورد أو باوربوينت أو إكسل أو إلى غير ذلك، جميع الصيغ موجودة، جميع الصيغ موجودة بالنسبة للتعاطي مع المخرجات، جميع الصيغ موجودة. إذا نحن نستخدم دوك اللي هو ريب اللي هو يستخدم أو يعني يفتح بجميع يعني الاجيال بالنسبه للوفيس، اذا لو كان استخدمنا نوع من لوفيس 2010 ولا 2016 ولا الان راهو حتى او متقدم جدا الى 19، المشكله انه كل ما زاد على الجينيراسيون كل ما البرامج اللي يعني الفيرسيون الاقل مش راح تفتح لك الفيشي، بالتالي دائما نحفظ على الاقل فيرسيون، نحفظ على الاقل فيرسيون. إذا هذه الفورما هي تتعاطى مع جميع يعني الأجيال تاع أوفيس. إذا رانا نشوفوا باللي وورد وبهذا الشكل ار تي اف دوك يعني دوكومونتاسيون. ونلاحظ النافذة الأخرى هي فيها في قضية
اين تضع الملف، اين تضع الملف. على سبيل المثال الحصر اليوم عندنا، احنا اليوم رانا في تاريخ 28 28 ربعة حتى تكون الذكرى 2021. الان راه يقول لي الملف راه موجود في المكان الفلاني، اذا راه احنا نضغط على عمليه حتى يسهل وجوده فقط، راح نضغط على القرص ونضغط على البلاصه اللي راح ريجستري، وكما قلنا نديروا تاريخ اليوم اللي هو 28 4 2021. اذا المستند تاعنا راح يكون بهذا التاريخ، راح نديروا ريجستري، عفوا راح نختار الملف اللي راهو موجود على عبر وراح ندير ريجستري وندير اوكي. لاحظوا باللي البرنامج راح يشوفوا لي شنعت او يعالج اوكي، لاحظوا باللي راه يعالج ديك الجداول، راه ينقلها الى الوورد، راح ينقلها الى الوورد، وهذه افضل عمليه صحيحه بالنسبه لنقل الجداول الى الوورد او الى المستند نتاع المذكره. الان نفتح، راح نلقى المستند اللي درناه احنا بالتاريخ اليوم اللي هو كما قلنا هو الان هو التاريخ. اذا راح نفتح هذا الفيشي ونشوفوا الجداول تاعنا بالنسبه لي او المخرجات تاعنا يصح التعبير بالنسبه الى الوورد، ورايحين نتعامل معها ايضا بشكل احترافي، ينبغي تتبع جيدا في هذه الخطوه، رجاء التتبع جيدا في هذه الخطوه. رجاء التتبع جيدا في هذه الخطوه حتى نفيد ونستفيد في نفس الوقت. اذا نلاحظ انه الفيشي هنا الان اصبح لدينا المستند فقط، ليس ما ينتهي من عمليه المعالجه. اذا نلاحظ انه الفيشي الان اصبح كما قلنا الاستاتستيك يعني الاحصاءات التي عملناها من قبل لقضيه الماركتيك راهي واضحه، يعني هذا اذا كان بغينا نديروا نوع من المقارنه بين المتوسطات والانحرافات المعياريه. اذا نبدا على بركه الله في الجدول الاول، قلنا ينبغي التركيز في هذه الخطوه رجل. اذا الان احنا عندنا الجدول في الوورد، كيف نتعامل معه؟ اولا نقوم بعمليه التسطيل، وهو بالضغط على الزائد الصغير هذا حتى يصبح مظلل كاملا، ونذهب الى عمليه التسطيل او يعني كافه الحدود، ونعمل على التسطيل. الان نشوفوا باللي الجدول اصبح الان به التسطيل كاملا. الخطوه التي ينبغي يعني التركيز فيها ايضا هو قضيه ان احنا طالما احنا عندنا المذكره باللغه العربيه ينبغي ان لا يكون في الجدول كلمه باللغه الاجنبيه مهما كانت انجليزيه او فرنسيه، ينبغي ترجمه الجداول كاملة، وربما كي نقول كاملة قد يعتقد بعض انه راح نشوفوها في جدول، لا راح نقوموا فقط بترجمة جدول واحد، راح تترجم جميع الجداول، راح تترجم جميع الجداول. نبدأ على بركة الله. الترجمة ينبغي هنا ان تكون بالنسبة للكلمات المركبة قبل الكلمات يعني الفردية. على سبيل المثال نلاحظ انه في الجدول هنا تاع الجنس نلاحظ بورسونتاج، ونلاحظ بورسونتاج فاليد، ونلاحظ بورسونتاج كيميلي. لو بدأنا بالبورسونتاج هنا وترجمناها للغة العربية، راح تترجم لنا بورسونتاج وتقعد كلمة فاليد، راح تترجم لنا بورسونتاج وتقعد كلمة كيميلي، بالتالي نصبح في إشكال، وبالتالي يصبح خلط لدينا في الجدول. إذا نبدأ بترجمة الكلمات المركبة. للإشارة الكلمة المركبة ينبغي تضليلها، والنسخ نقوم بعملية النسخ. إذن
برسنتاج كيمي مثلا، راح نبدا على بركه الله. اولا لابد ان نعرف المفاتيح الاساسيه في الكيبورد او في لوحه المفاتيح. نضغط على كنترول اش، كنترول اش، كنترول اش، نضغط على كنترول اش، نلاحظ انه تشكل لدينا نافذتين، نافذه البحث عن ونافذه الاستبدال. نافذه البحث عن، نحن الان رايحين نقوم بترجمه كلمه بورسنتاج كيمي. كلمه بورسنتاج كيمي يعني انه النسبه المئويه التراكميه او المتراكمه، كلاهما صح. النسبه التراكميه نبدا نكتب بالعربيه الان في النافذه الاخرى، نبدل اللغه الان ونكتب في النافذه الاخرى النسبه المئويه التراكميه او النسبه المئويه، النسبه المئويه التراكميه او المتراكمه، يعني كما ذاك ذاك المتجمع الصاعد الى غير ذلك. الان كتبنا النسبه المئويه التراكميه او المتراكمه. الان نقوم بعمليه ما يسمى باستبدال الكل. نحن الان ما نشعر شحال من جدول عندنا. نبدا في عمليه استبدال الكل، نستبدل الكل. نلاحظ انه قال لك باللي توجد 9 كلمات بالنسبه لهذه الكلمه، وكلها راهي الان تغيرت بكبسه واحده بالنسبه لجميع الجدول. ننتقل الى العمود الثاني اللي هو كما قلنا لابد ان نتخلص من الكلمات التركيبيه. اذا الكلمات التركيبيه نبدا كذلك بالنسبه لكلمه بورسنتاج فاليد، نبدا بنسخها مع العلم انه بامكان حذف هذ العمودين، بامكان حذف هذ العمودين، ولكن اللي بغى يخلي التنسيق نفسه نتاع يعني البرنامج يقدر يترجم، ولا بغى يحذف العمودين هذول اللي نترجموا فيهم يقدر يحذف، ماشي مشكل، يخلي لك التكرار والنسبه المئويه. اذا نضغط ايضا على كنترول اش، نلاحظ انه نبدل كلمه بورسنتاج هذيك نتاع كيميلي بفاليد، ولكن هنا النسبه المئويه تترك كما هي، ولكن نكتب النسبه المئويه المحقق منها او المحققه، يعني كلمه فاليد هذه النسبه الحقيقيه نتاع البيانات. اذا النسبه المحقق المحقق منها، نبدا اللغه او التحقيقيه في بعض اللغات. اذا المحقق، ونضغط ايضا على استبدال الكل نفس العمليه، راهو قال لك بلي 9 يعني راه كاين توافق بين الكلمات. الان بقات لنا بورسنتاج وافكتيف. بورسنتاج طالما انها لا كلمه احاديه مش مركبه، يكفي تضليلها، يكفي تضليلها بدون نسخها، يكفي تضليلها. الان نذهب الى كنترول اش، نلاحظ ان بورسنتاج يعني نسخها وحده، نسخ البرنامج نسخها وحده، هاي بورسنتاج نسخت وحده. الان احنا عندنا النسبه المئويه فقط نمحي كلمه المحققه وندير استبدال للكل. استبدلنا الكل، تبقى لدينا كلمه ايفكتيف ايضا، كلمه واحده يكفي تضللها. نضغط على كنترول اش ايفكتيف، اذا ايفكتيف معناها التكرار، معناها التكرار او التكرارات. ونضغط على استبدال الكل ايضا، نلاحظ ان جميع الجداول الان ترجمت بكبسه واحده كما تلاحظ. بقي لدينا كلمه فاليد. فاليد هنا ما عندنا ما ندير بها في قضيه الجدول هنا. كلمه فاليد هنا اللي باقيه وحدها هنا ما عندنا ما ندير بها. عفوا مازال كلمه توتال. اذا توتال كلمه واحده ايضا، نضغط على كنترول اش ونستبدل كلمه توتال بالمجموع. يبدو ان الحصه ربما استاذه ربما قد لا نستطيع او يستطيع الملتحقين بالبقاء لمده طويله. المهم انه المجموع نستبدل الكل.
إذن أصبح المجموع في جميع الجداول أيضا مع العلم ذكره ونسقه، مش مشكل. هذه كلمة فاليو الآن قلنا لا داعي لبقائها، يعني كلمة محققة لا داعي لنكررها، فقط علينا بحذفها. الحذف لا يكون من جدول إلى جدول، الحذف يكون بنفس التقنية أو بنفس الطريقة التي قمنا بها في كلمة في الترجمة للكلمات، ولكن بشكل آخر. الآن كلمة فاليد طالما كلمة واحدة نسخ البرنامج وعطى لنا. فقط في كلمة استبدال لا نكتب أي شيء، نترك يعني النافذة بيضاء ليس فيها أي شيء، ونستخدم كلمة استبدال للكل، راح تحذف كلمة فاليد من جميع الجداول. يبقى لدينا شيء هام أيضا، الجداول الآن راهي عندنا من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين، علما أن اللغة الآن أصبحت عربية، إذا لا ينبغي أن ترك يعني الجدول بصيغة اليسار إلى اليمين، ينبغي أن تحوله من اليمين، أو القراءة تصبح من اليمين إلى اليسار. المشكلة هنا للأسف ما عندناش طريقة لتحويل الجداول مرة واحدة، لا ينبغي التعامل مع التحويل جدول جدول، وهو بالضغط على الزائد الصغير أو التشكيلي هذا اللي يتشكل في الأعلى أو السيلكسوني بالنسبة للجدول، ونضغط على بالدروات ونشيل كلمة خصائص أو لابوبريتي على حسب لغة النظام. لابوبريتي هنا نرجع إلى كلمة الاتجاه نتاع الجدول، نلاحظ أنه أرى الاتجاه الجدول أو فيه إلى اليسار. معلش عذرا، رايح نقوم أيضا بطبعها حتى نظهرها بالشكل اللائق، ربما حتى تكون واضحة للجميع. فقط نرجع للرسم مرة أخرى. إذن راح نوضح الصورة الآن. نلاحظ أول جدول، يعني كي ضغطنا على خصائص الجدول ولا بروبريتي نتاع الطابلو أعطانا هذا الجدول، فقط لافيشاج راح نقصه شوي. إذا نلاحظ أنه كان قضية الجدول ولا معليش نزيدوه قليلا، نلاحظ أن كان من اليسار إلى اليمين، ينبغي تحويل هذه النقطة إلى اليمين إلى اليسار. نرجع الآن إلى البرنامج، إلى الوورد عفوا. إذن نحول هذه إلى نلاحظ أن المجموع اللي كان في الناحية اليسرى راح يصبح من الناحية اليمنى، وراح تتغير القراءة أيضا للجدول، ونعمل أوكي. نعتذر على هذا البطء. الآن نلاحظ أنه جنس يعني الجدول اللي في جنس مبحوث، نلاحظ أن المجموعة أصبح من اليمين، وأصبحت القراءة بدل ما كانت من اليسار إلى اليمين أصبحت من اليمين إلى اليسار. إذا كما قلنا بإمكاننا حذف هذه العمودين اللي هي النسبة المئوية المحققة أو النسبة التراكمية المئوية التراكمية، بإمكاننا حذفها ونترك فقط التكرار والنسبة المئوية. نرجع إلى شيء آخر وهو في إذا كان ما كانش مشكلة أستاذة نقدروا نواصلوا. نعم أستاذة، يمكننا المواصلة أستاذ. صح، إذا بالنسبة إلى الخطوة الموالية، إذا الآن عرفنا كيفاش ننقل المخرجات نتاع النتائج من البرنامج إلى الوورد بطريقة احترافية ليس فيها شيء ربما يعكر صفو الباحث، وخاصة في نقل الجداول راح تصبح الكلمات متقطعة، راح تصبح الكلمات ربما غير مترجمة، بالتالي نقوم بالخطوة التي قمنا بها. نتمنى تكونوا
أدركتم الخطوة ومدى الأهمية تاعها. نرجع الآن إلى يعني الاستمارة أو الاستبانة إن صح التعبير. الآن قمنا بما يسمى بالجداول البسيطة، هناك شيء آخر ليعرف عنه الجداول المركبة، وفي هذا المقام الجداول المركبة تتناسب أو تتماشى مع الفرضيات، تتماشى مع الفرضيات، وليس بالضرورة أن تكون كل فرضية، يعني كل فرضية أو كل جدول بفرضية، يمكن أن تكون ثلاث فرضيات يمكن يحويها جدول، يمكن ماشي مشكل، المهم أنه الجداول المركبة تتماشى مع تلك الفرضيات التي افترضناها، أي يعني الفرضيات الجزئية أو الفرعية. للقيام ما يسمى بالجداول المركبة، نقوم أيضا بالضغط على أناليس، ونذهب إلى الخطوة لطابلو كرواسي، نقوم أيضا فقط للتكبير، نقوم ب نسخها أيضا، ونذهب للتوضيح للرسام مرة أخرى. إذن ها هي الآن الخطوة، إذن عدنا كما ترون، إذن عدنا أناليز يعني التحليل، ستاتستيك ديسكريبتيف يعني الإحصاءات الوصفية، ونذهب مباشرة إلى طابل كرواسي اللي هي بالإنجليزية لها كريستوف. المهم أنه طابل كرواسي، إذن طابل كرواسي هي تعرف ب الجداول او الجدول المركب. اذا هذه الجداول المركبه راح نشكلها حسب كما قلنا حسب الفرضيات. لنفترض هنا فقط انه قضيه الشعبه لها علاقه بالجنس، قضيه شعب التخصص لنفترض فقط، لنفترض ان شعب التخصص لديها علاقه بالجنس، هذا كافتراض فقط. اذا راح نقوم باناليز، انا كنت مدبيا نقوم بال يعني الخطوه نتاع الاستماره اللي درناها في موضوع الضغوط، خاصه الموضوع جيد بالنسبه لي باحثين، بالنسبه لي ضغوط على عمال المكتبه الجامعيه او المكتبه الجامعيه، ولكن نظرا للوقت لا استطيع التعاطي مع هذه الاستماره في الظرف الراهن. المهم انه الان نقوم كما قلنا بالتشكيل ما يعرف بالجدول المركب. كما قلنا احنا افترضنا ان توجد علاقه بين الجنس وشعبه التخصص، يعني هناك ميلان بالنسبه لجنس معين على حساب جنس معين بالنسبه للتخصصات، ونلاحظ في اكثر الحالات انه جنس يعني الاناث يذهب التخصصات يعني الادبيه اكثر منها علميه، بعكس الذكور ربما نجد فئة الذكور بالنسبة للتخصصات العلمية أكثر منها بالنسبة للإناث، ولكن تتضاعف بأضعاف بالنسبة للعلوم الإنسانية، لا أدري ما السبب، ولو أنه يوجد البعض من الإناث الذي يفضل الشعب العلمية على الشعب الأدبي. نلاحظ أيضا هنا فيه التفاتة لابد من النظرة إليها بعين محترمة. نلاحظ كلمة لين أو لاين لين، يعني الصف، الصف دائما يتبع المتغير المستقيم، أكرر الصف يتبع المتغير المستقيم، والعمود يتبع المتغير التابع، يعني العمود للمتغير التابع واللين للمتغير المستقيم، إذا الجنس هو مستقل، إذا نضعه في خانة أو في نافذة اللين أو الصف. بالنسبة لشعب التخصص كما قلنا هي قلنا افترضناها أنها تابعة، وبالتالي نجعلها في افترضناها أنها تابعة، هي راهي بنى شخصية بصح، افترضناها أنها تابعة وبالتالي جعلناها في العمود. الآن فيه كلمة مهمة أيضا كذلك ينبغي الإشارة إليها، نلاحظ هذه الكلمات اللي هي اكزاكت ولا كان بعد نقطة معينة أو ستاتستيك اللي هي واش أنا باقي نقوم بكايدو، مع العلم أن كايدو ولا كف تربيعي ينطبق على المقياس وليس على الأسئلة العادية اللي فيها
قضية البدائل المختلفة. كذلك كلمة سيلين، خلية يعني. يعني الآن كلمة سيلين معناها كيف تريد أن تظهر أو يظهر لك الجدول المركب بالنسبة للنسب المئوية. نضغط على كلمة سيلين أو الخلية، نلاحظ أنه في الأول كان كلمة أوبسيرف يعني المشاهدات، ونلاحظ ثلاث كلمات موجودة على الناحية اليسرى، لين أو لاين بالإنجليزية، بوزيسيون ولا بوزيشن، وتوتال. هذه الكلمة الثلاثة الكثير من يعني الحالات التي راقبتها أو تصفحتها في مذكرات، مهما كانت مستويات المذكرات، يظنون ظن أن النسب المئوية لا تعطى إلا في الصفوف، وهذا خطأ. البرنامج أعطيك ثلاث حالات، أعطيك حالة الصف، حالة الوضعية، وحالة المجموع. الجدول المركب المفروض يكون في حالة المجموع، وليس لا في حالة البوزيسيون ولا في حالة لانين، لأنه في الصف تصبح كل الصفوف فيها نسبة مئوية 100%، الصف الأول فيه 100%، والصف الثاني فيه 100%، والصف الثالث فيه 100%، يعني يصبح الجدول مشوه أصلا. كذلك بالنسبة للوضعية البوزيسيون، وش معنى البوزيسيون؟ معناها حتى لو كان كنت غلطت في قضية المتغير التابع مكان المتغير المستقل، عليك أن تقرأ حسب الوضعية التي بين أيديك. إذا رايح نقوم فقط بالإشارة إلى كلمة تطار، كلمة تطار أندرو فور سويفي. الآن نقوم بعملية للإشارة. هنا بإمكاننا نديروا قضية هذوك الأعمدة، إذا كان باغي نديروا ريكورد بأعمدة نديروا أفيشي تاع الأعمدة، بإمكاننا نديروها لكل جدول نقدروا نديروها، مانيش باغي نديرها الآن ولكن ممكن في حصص أخرى إن شاء الله. إذا بالنسبة للعمل يندر أوكي، الآن راح نلاحظ الجدول المركب الذي قمنا به طابق الخواصر، راح نشوف كيفاش أيضا يظهر لنا في هذا الشكل. إذا لو قمنا بعملية أخرى بالنسبة إلى الإكسبورت، بالنسبة إلى الجدول، كان باغي تقال عنا راح ندير لي كوبي كولي، معليش. اذا راح نديرو معليش في قضيه الفيشي، راح فقط نعطيه شغل واحد اخر ونديرو اوكي. راح نقوم بفتحه ايضا، ونلاحظ الجدول المركب ماذا فيه او ماذا يحوي او ما هو اي او ما هو المطلوب منا في التعامل مع الجدول المركب. ايضا راح نشوفوا كيفاش جدول المركب على ماذا يحتوي. اعتذر على هذا البطء. إذن على العموم أن هذا الجدول المركب فيه أشياء ينبغي أيضا معرفتها. نعرف على شرح البرنامج تاع الورد، ما راحش نمشي. معليش نغلق ال نعم اوكي. الان راح نذهب الى علما ان الفيشيات يولي يجمعوا كاملين يعني كما راهم، ما حد من التاجر راهم كاينين. اذا نرجع الان الى الجدول المركب الذي قمنا به، او الجدول المركب. نلاحظ ان الثانويه بالتخصص، اي شعبه التخصص او جنس المبحوثين بهذا الشكل. اذا نلاحظ ان شعبه التخصص في الدراسه الثانويه، نلاحظ ان الشعبه العلميه شعبه اقتصاديه وشعبه التسيير وذكر وانثى. نلاحظ انه توجد كلمات مركبه هنا، هناك افكتيف ومدير بورسنتاج مدير التوتال، معناها انه النسبه المئويه وفق المجموع
أو وفق التكرار، النسبة المئوية وفق التكرار، النسبة المئوية وفق التكرار، أو وفق المجموع، النسبة المئوية وفق التكرار. نلاحظ أنه توجد فقط خانة واحدة فيها 100%، وهذا هو يعني الجمالية من حيث الجدول المركب يكون بهذا الشكل. لا ينبغي أنه الاعتماد على أنه لابد أن تظهر صفوف كما يشاع في بعض يعني التدخلات بالنسبة للبرنامج. لا، بالنسبة إلى الجدول المركب ينبغي أن يكون بهذا الشكل حتى يكون ذا قيمة جمالية، وكذلك يسهل على المتتبع للأحداث، يعني بالنسبة لتلك النسب المئوية الموجودة في الجدول يسهل عليه تتبعها بدل من تكرارها. لأنك تقول أنا مثلا 10% هنا في قضية أنثى بالنسبة لشعبة أدبية، هذه 10% معناها تعني 10% من المجموع الكلي 10، وليس تعني 10% بالنسبة لخمسة، لا، تعني 10% بالنسبة للمجموع الكلي. نفس الطريقة اللي استخدمناها في الجدول يعني الجداول البسيطة نستخدم الترجمة نفسها، يعني نستخدم نفس الخطوة، نضغط على، مع العلم أن هي كلمتين هنا، ينبغي التعامل مع الجدول أيضا بالتسطير حتى يكون بهذا الشكل. ينبغي أيضا الإشارة إلى هذه وفق المجموع راح نترجمها تولي في خانة واحدة بهذا الشكل، إذن يصبح هذا الشكل يصبح مدمج بهذا الشكل، يصبح مدمج ونترجم الكلمة، إذن لابد أن يصبح مدمج، لابد أن يكون مدمجا بهذا الشكل حتى يصبح التكرار وفق المجموع تابع للذكر وتابع للأنثى وكذلك تابع للتوتال في الأخير. إذن هذه العملية هي عملية بسيطة جدا، نقوم بالترجمة للكلمات مع العلم أنه نحذف كلمة هذه طابو كروازي من العنوان، والتوتال نلاحظ أنه المجموع في الصفوة في العمود، يعني بالنسبة لمجموع الصفوف ومجموع الأعمدة، وهنا ينبغي الإشارة أيضا إلى ما يسمى بالجدول التجميعي. الجدول التجميعي ليس هو جدولا مركبا يختلف عنه اختلافا كليا، الجدول التجميعي ليس فيه مجموعين، ما فيش مجموع الصف ومجموع العمود، الجدول التجميعي فيه مجموع واحد اللي هو مجموع الكل فقط، هذا هو الفرق بين الجدولين، جدول تجميعي وجدول مركب. الجدول المركب فيه مجموع الصف ومجموع او مجموع الصفوف ومجموع الاعمده، بينما الجدول التجميعي فيه فقط مجموع بالنسبة للأعمدة. المهم أنه بهذا الشكل نستطيع أن نقول قد تطرقنا إلى نوعين من الجداول، جدول ما يسمى بالجدول الجداول البسيطة والجداول المركبة. الآن نذهب إلى خطوة أخرى هي ربما أقرب إلى الاختبارات وكذلك تساعد بالنسبة للفروق بالنسبة إلى القراءة، وهي في قضية التعامل مع التقسيم، تعامل مع التقسيم للبيانات. وش معنى التقسيم للبيانات؟ معناها أننا نريد مثلا عدنا ذكر وأنثى، إذن هذا ذكر وأنثى لابد أن نقسمه، تصبح الذكور لوحدها والإناث لوحدها، والعكس صحيح بالنسبة لبقية المتغيرات. كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى كلمة ظن هنا أو داتا بالإنجليزية، إذن كلمة ظن ونسيلكسيوني العمود يعني الصف ما قبل الأخير. راح نقوم بصورة أيضا فقط للإيضاح، على العلم انه راه يعني الميكرو راه يتقرع لنا في بعض الحالات. نلاحظ كما قلنا اذا هذه هي الصوره، راح نصغرها قليلا باش تولي باينه. اذا نذهب الى ظوني وسيلكسيوني، يعني هذه انت تحديد دوبسرفاسيون او تحديد المشاهده، تحديد ماذا نريد من المشاهدات، ماذا نريد من مشاهدات. إذا تحديد المشاهدة، نرجع الآن إلى البرنامج، نرجع الآن إلى البرنامج. إذا كما قلنا دوني
سيليكسيوني دوبسرفاسيون. رجاء ايضا خطوه مهمه جدا هذه في قضيه قراءه يعني المتفرقات بالنسبه لاي سؤال نريد فصله عن بعضه البعض حتى نراقب بعض الاجابات. اذا واش احنا عندنا الان؟ احنا عندنا لوبسرفاسيون راهي كامله، احنا لا نريد، احنا طلبنا من البرنامج نريد تحديد للمشاهد، تحديدها. واش معنى تحديدها؟ معناها نخص فقط عنصر منها. نذهب الى الكلمه الاخرى او لالين الموالي اللي هو سيكسيوني ان كونديسيون. واش معنى كونديسيون؟ يعني كما نقول احنا داله منطقيه او لوجيك، ونضغط على كلمه السي يعني اذا كان، شرطيه اذا كان، ونضغط على السي راح تفتح لي النافذه انه واش باغين من هذا؟ باغين انه الجنس هذا نقله الى هنا تساوي واحد ونديروا اوكي. رجاء نلاحظ ان المتغيرات هنا رانا نشوفوها باللي ان نشوفوها باللي راهي عاديه، بصح لما نقوم بهذه الخطوه راح يدير لنا بعمليه تخطيط لبعض ديك الكواسيون اللي درناها راح يقوم لنا بالتخطيط عليها. راح نلاحظ عفوا في البيانات، نراقب هذا في البيانات ويشوف المتغيرات. معليش نصبر شوية عليه. لاحظ باللي انه احنا واش قلنا له؟ احنا قلنا له الواحد، عطينا الواحد. واش معنى الواحد؟ احنا كنا دايرين باللي الذكر هو راهو كاين. اذا عطانا يعني الواحد تركه والغاء اثنين، يعني كل واينما توجد الانثى راهو داير على اخر. واش معنى ذلك؟ معنى لا كان درنا الاناليز هنا، الان درنا التحليل يعطينا فقط اجابات الذكور دون الاناث، اجابات الذكور دون الاناث، والعكس صحيح، لو اخترنا اثنين راح يعطينا اجابه الاناث دون الذكور، وهذه فيها فائده كبيره بالنسبه للتعامل وخاصه مع الاتجاهات او البحوث تاع الاتجاهات، نشوفوا وين راه الاجابات اللي كان اكثر في الذكور او في الاناث الى غير ذلك. اذا هذه خطوه مهمه. اذا فقط ينبغي الاشاره هنا لم نقم بها تنبيه، ولكن راح نقوم بهذا التنبيه مره اخرى. اذا قلنا دوني سيليكسيوني، هنا راهي مديوره الداله مازال، بصح هنا راهي فيها هذه النقاط لنا نشوفوها في الاسفل. هناك نقطة لا ينبغي تحويلها وندير اوكي، والا سنفقد البيانات التي كنا قد اشترطنا الا تظهر في النتائج. بالمعنى احنا اشترطنا ان النتائج التي نريد اظهارها هي النتائج التي تحمل الذكور فقط دون الاناث. هنا كاينه كلمة فيلتري اوبسرفاسيون اللي هي القائمة كما راكم تشوفوا شطب لنا على الاناث، هذه العادية. هناك ايضا خصنا نكوبو يعني نديرو نسخ لهذا التحديد للمشاهدات، وهناك الخانه الاخيره التي دوك جماعه المهم انه كي يلقى حاجه باغي يجربها. هنا التجريب مع السبيسيس ليس جيدا. واش معنى ليس جيدا؟ بالمعنى بالمجرد ما نضغط على النقطه هنا سيبريمي لي زوبسرفاسيون اللي ماناش باغينها او اللي غير يعني مضلله او غير محدده وندير اوكي، راح يحذف لنا الاناث كاملا، يعني كل اجابات الاناث راح يحجبها، وهنا لا يمكن استرجاع تلك البيانات على الاطلاق، ما عدا في حاله واحده اذا كان احنا اصلا درنا الفيشي راه ريجستري يعني كما نقولوا راه محفوظ على جهتين مختلفتين. اما اذا كان لك في شيء واحد ودرنا كلمه سيبريمي راح يسيبريمي كل اجابات الاناث ولا يترك فيها الا الذكور، فحذاري من هذه النقطه، ينبغي ان لا نحول هذه النقطه عن نتركها في قضيه فلتري او تصفيه للعمليه. اذا هذه هي بالنسبه لعمليه العمليه اللي قمنا بها الان
بإمكاننا أيضا حسابها من ترانسفورم، نرجع إلى ترانسفورم، ها ترانسفورم، نرجع إلى التحويلة ترانسفورم. معليش صبروا علينا شوية، التحويلية راهي إذن نرجع إلى قلنا الترانسفورم هو قضية تحويلات، نحوله وتكون تحويلات، هذه أول كلمة في الترانسفورم هي كالكيل، كالكيل دي فاريابل، كالكيل دي فاريابل، البرنامج راه أغلق راح يفتح معلش، إذن كالكيل دو فاريابل معناها حساب متغير، حساب متغير، حساب متغير، يا إما أن نضيف متغير أو نحسب متغير، نضيف متغير أو نحسب متغير. نضيف متغير أو نحذف متغير. نعتذر عن هذا الخلل مرة أخرى. لأن البرنامج راه هو توقف عن الظهر، يعني غلق النوافذ ربما. نعم. إذن بالنسبة لي كما قلنا العملية التي قمنا بها قبل قليل هي في قضية تحديد لمتغير ما نريد تقسيمه إلى قسمين، بإمكاننا هذه القسمين نستفيد منها في قضية التحليلات أو قضية المقارنات إلى غير ذلك، ونستفيد منها أيضا في قضية الاتجاهات بالنسبة لبعض الأسئلة التي لم يجاب عنها. نعم إذن قلنا نرجع الآن إلى المستند. لندرك هذه الخطوة، وربما قد تكون الخطوة يعني الأخيرة في هذا التدخل حتى لا نطيل على المتتبع. إذن قلنا ترانسفورم أو ترانسفورم فيها كالكيل الفاريابل، إذن كالكيل لو كنا نضغط عليها راح تخرج لنا نفس النافذة ولكن بشكل آخر، بشكل آخر. يبدو أن الأستاذ حدث له خلل، قد تم خروجه من القاعة، سنحاول الاتصال به مجددا.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهت المحاضرة دكتورة؟ لم تنتهي المحاضرة، لقد تم خروج غير مقصود الأستاذ من المحاضرة، ننتظر رجوعه إلى القاعة فقط. لا بات الصوت فيا مش عارف لا عندي أنا ولا راح. هو صوت في المحاضرة جيد، قلت فقط نحن ننتظر رجوع الأستاذ، لربما حدث له خلل في الإنترنت أو خروج غير مقصود من القاعة. صح، شكرا شكرا. عفوا. نعتذر من الجميع على هذا الخلل التقني، ننتظر فقط رجوع الأستاذ. في انتظار عودة الأستاذ مرودي،
إذا كان أي سؤال يمكن كتابته في الدردشة حتى نربح الوقت، ريثما يعود أستاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الخلل الذي وقع خارج عن نطاقي. إذن بالنسبة إلى الخطوة التي كنا توقفنا عندها هي في قضية التحويل أو نعم أستاذ. نعم نعم أستاذ. إذن بالنسبة للخطوة التي كنا توقفنا عندها في قضية كالكيل او كما قلنا حساب متغير، اذا لحساب متغير نتطرق الى كما قلنا ترانسفورم او كالكيل، ليس ما تاتي. نعم
إذن قلنا في استخدام لحساب يعني محور بكامله ينبغي أن نضع الاسم في variable simple أو المتغير الهدف أو المستهدف ونبدأ في جمع المحور بكامل أسئلته إذن الجمع هذا يكون على الطريقة التالية. كنا نذهب إلى النافذة اللي فيها لجروب دي فونكسيون ولا كما قلنا مجموعة الوظائف ونبحث على كلمة statistic في النافذة الأولى بعد نضغط على statistic تنبثق لنا قائمة أخرى بالإحصاءات التي نريد حسابها نضغط على سبيل المثال للحصر نضغط على كلمة صام ولا صوم المجموع وكنا توقفنا عند يعني المشاهدة بالنسبة إلى العملية معليش راح نوقف هذا الأنتي فيروس ربما هو اللي يدير لنا مشكلة صح إذن معليش خلينا نوقفه إذن بالنسبة إلى الصوم كما قلنا نضغط على الصوم تظهر لنا علامتي استفهام بينهما فاصلة علامتي استفهام وش معنى؟ معنى أنه مكان كل علامة استفهام نضع متغير إذا كان يعني كانت أكثر من اثنتين علينا أن نحتفظ فقط بالفاصلة بين كل إضافة لمتغير من ضمن الأسئلة التي وردنا على سبيل المثال الآن بالنسبة إلى الصورة أو الإيماج رايحين نستخدم الصورة للتوضيح فقط إذن هذه الصورة نلاحظ أن هذه الصورة فيها المتغير رمزنا له بالرمز DR والمستهدف بالطبع أي المتغير الجديد راح يظهر لنا في أسفل المتغيرات التي رمزناها و لا صوم اللي هو المجموع ولاحظ انه علامه استفهام عليها تضليل كاين استفهامين نقطتي استفهام بينهما فاصله للجمع للمتغيرات نحافظ على الفاصله نبدا وندرنا متغير بينهما فاصله متغير او سؤال بينهما فاصله الى ان ننتهي من اسئله المحور واسئله المحور الجمع تاعها هو مفيد في قضيه المقارنات الى غير ذلك او قضيه العلاقات الى غير ذلك إذن هذه العملية اللي هي فيها المجموع نرجع الآن إلى البرنامج ونحاول تطبيق هذه العملية إذن هذه علامة استفهام بهذا الشكل اللي راهي قدامنا الآن إحنا رايحين على سبيل للحصر رايحين مثلا نديروا الحالة الاجتماعية وراح نحولها مكان انا نلاحظ ان الكيستيو رقم 4 راه اضيف الى للاسف هذه الكونيتر ما تكبر لا بالقضيه لكن حولناها الى رسمه ولا شيء من القبيل مش راح تكبر للاسف ما نقدرش نقول لها عمليه التكبير اذا النقطتين للفهم فقط النقطه الاخرى لعمليه الاستفهام بالمعنى ان نحول فيها سؤال اخر بس الرقم 5 نلاحظ بين السؤال الرابع والسؤال الخامس بينهما فاصله لو كان اردنا ان نضيف سؤال اخر لا ننسى الفاصله والفاصله هي موجوده حتى عبر هذه الشاشه اللي نشوفها اي كاين الفاصله الى ما كانت الفاصله نديرها في الكلافي مش مشكله نديرها بلوحه مفاتيح اللي عندها بصح الفاصله الفرنسيه وليس الفاصله العربيه يعني الفاصله الاجنبيه ان صح التعبير هذه العمليه نقوم بها دوك الان كندرنا اوكي على سبيل المثال نديرو اوكي مثلا نديرو اوكي رايحين هو راهو قال لك راهو اضيف هذاك المتغير اللي درته اضيف المجموع تاعو واش رايحين نشوفو؟ رايحين نشوفو في المتغيرات اللي عندنا بدل ما كانت رايح يكالكيلينا احنا رايحين نشوفو المتغيرات اللي عندنا اضيف متغير جديد في الاخر اهو اللي هو عفوا عندي مشكله للاسف يرجى فقط من أمينة مخلوفي الغاء مشاركه الشاشه صح المشكله راهي
هذيك مخلوفه اذا دخلت بالشاشه تاعها. نعم مخلوفي مخلوفي امينه مخلوف يرجى الغاء مشاركه الشاشه. امينه مخلوفي الله غير كريم. أمينة مخلوفي المحاضرة توقفت بسبب مشاركتك لشاشة شاشة الهاتف. سأضطر إخراج أمينة مخلوفي من المحاضرة. نعم أستاذ واصل الآن. ما زالت لا زالت الشاشة راهي الساعة 12. صح معلي نقول له الشاشة معلي. والآن أستاذ صح ممتاز. نعم إذن نعتذر فقط للمخلوفي إذا كانت هناك زميلتها معنا يمكن إعادة طلب الدخول إلى القاعة لأننا أخرجنا مخلوفي بسبب مشاركتها بالشاشة. إذا كما قلنا إذا بالنسبة إلى حساب متغير كي رجعوا الآن كي درنا الإضافة للحساب نرجعوا الآن إلى يعني قضية الفيش اللي كان عندنا نلاحظ أنه ذاك المتغير اللي ضفناه يعني جمعنا فيه السؤالين دير هي اضيفت واضيف المجموع تاعها وكرجعنا لها في الدوني تاعنا يعني في البلافيشاج الدوني يعني الداتا اي فيو داتا بالانجليزيه لو كنرجعوا لها نلاحظوا ان المجموع في في اخر الاعمده اضيف المجموع لكل المتغيرات اضيف المجموع لكل المتغيرات وهنا ينبغي التذكير المجموع هذا ليست العينه المجموع هنا ليست العينة بل المجموع هنا الإجابات أو البدائل المجموع هنا ليست العينة وإنما البدائل وش معنى؟ بالمعنى لو كان جينا نحسبه إحنا في البدائل نبدأ مثلا على سبيل المثال إحنا الأنثى إحنا وش كنا عاطينها في الـ في الـ في الفاريابل عاطينها واحد ولا اثنين إذا عاطينا اثنين إذا الأنثى اثنين الفئة العمرية إذا اثنين الفئة العمرية هذه الأولى ولا الثانية نشوفه إذا الفئة الثانية إذا 2 زائد 2 وهكذا إذا نجمع 2 زائد 2 وهذه 3 إذا تصبح 7 هاي وهكذا يعني بالنسبة إلى المجموع هنا ليست العينة المجموع أؤكد ليست العينة المجموع هما مجموع الإجابات مجموع الإجابات أو إن صح التعبير مجموع البدائل إذا هكذا نستطيع حساب متغير نستطيع حساب متغير وهذا فيه فائدة كبيرة لما نحب عدنا بعدين هذا البعدين نريد إظهار حساب معين أو ارتباط بين البعدين أو شيء آخر من الحسابات اللي ربما نريد إثبات العلاقة أو إثبات الأثر علينا بجمع البعدين البعد الأول أو البعد الثاني والبعد الثالث أو البعد الرابع المهم كيف ظهروا لنا عدنا الابعاد نجمعوا البعد الاول نحطه في اسم ونجمعوا البعد الثاني نحطه في اسم ونجمعوا البعد الثالث نحطه في اسم تسهل علينا المقارنات او تسهل علينا العلاقات او ايجاد العلاقات. الى هنا ربما قد اتوقف واترك ربما مجال لبعض الاسئله ان كانت موجوده. شكرا جزيلا استاذ هذه المحاضره القيمه. حقيقة لخص علينا جهد للتنقل بين العديد من الكتب كما عهدنا دائما أننا من أجل وصول إلى معلومة أو وجود إلى فورتيغان لازم أن نرجع إلى العديد من المراجع. هناك أسئلة عديدة أستاذ منها هناك سننتقل بين الأسئلة الشفوية والكتابية. الأسئلة الشفوية سؤال أول هل يمكن إدماج المستوى التعليم مع الخبرة؟ هل يمكن إدماج المستوى التعليم مع الخبرة؟ هو إدماج الخبرة الخبرة هي عبارة عن متغير كمي والمستوى التعليمي هو متغير نوعي. إذا كان القياس يعني إحنا لم نتكلم على القياسات الموجودة في بالنسبة ل
علوم الاجتماعية عموما أو المقاييس عموما. هناك مقاييس ترتيبية، هناك مقاييس فترية، هناك مقاييس بالنسبة للسلم سكال، إذن هناك مقاييس كما يقولون ترتيبية أوردينال. إذن هذه المقاييس ينبغي الحفاظ عليها. أنت كي تجمع لي متغير كمي متغير نوعي ينبغي الإشارة إلى هنا أن ذاك المتغير النوعي يخضع للترتيب هنا، يخضع للترتيب. وش معنى الترتيب؟ أنه يخضع إلى واحد اثنين ثلاثة حتى يصبح منسجما مع المتغير بالنسبة للخبرة، لأن الخبرة متغير كمي وليس نوع. إذن ينبغي التركيز على الجمع للمتغيرين المتماثلين، لأنه لو كان فيه متغير كمي ومتغير نوعي، إذا كانت جمعت الأول مع الثاني يصبح الأول لابد تديره نعت سكال، يعني لابد أن يكون فيه أرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة. بعد البرنامج مش راح يدير، راح يحسب لك، مش راح يحسب لك العملية نتاع المتغير النوعي بصفته نوعي، يقول لك بصفته تحويل أرقام. نعم نعم. من يريد أن يطرح سؤال يمكنه رفع اليد لبلما الموجودة في أسفل الشاشة. ننتقل للسؤال الثاني. تقول بندوبة بدرة: لا أفهم كيفية تقسيم المتغيرات. لا 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 لم أفهم كيفية تقسيم المتغيرات. تقسيم المتغيرات، هو هناك بعض البحوث التي ربما يريد الكشف عنها في قضية الاتجاه أو شيء من هذا القبيل. لما ندير تحليل أناليز يعني عام، تحليل أناليز عام في بعض الحالات قد لا يثبت لنا أي الأسئلة لم يجب عنها. لذلك تقسيم هذه المتغيرات أو ما يعرف بسبريت ولا التجزئة، هنا هذه التجزئة تفيدنا في عملية أنه بإمكاننا نعرف وين الخلل وين. مثلا احنا اعطينا مثال قضية ذكور ولا إناث، نحن رايح نحلوا الإناث لوحدهم ونشوف الإجابات التي لم يجب عنها بالنسبة للإناث، ورايح نستخدم نفس الخطوة. بدل ما كنا دايرين إتقال واحد ديروا إتقال اثنين، راح يقول يعطينا الإناث بدل الذكور، ونلاحظوا أيضا وراها الأسئلة التي لم يجب عنها الذكور. ربما هناك طرفة بالنسبة لبعض الأسئلة التي ربما تقع في الاستمارة. مثلا بالنسبة للعمر، عادة لما العمر ما يكونش في فئات تقول كم عمرك مثلا، بالنسبة للأنثى سوف لن تجيب أو سوف تكذب، يعني يا إما ما تجيبش يعني تمتنع عن الإجابة أو راح تألف لك عمر من الأعمار. على غرار الذكر إنه كان قلت له واش هو الراتب تاعك، راح يكذب عليك مش راح يقول لك الحقيقة. لذلك نشوف هذه الأسئلة وين راه يعني أدلة كمثال، وراه يعني الفئات اللي سواء كان جندر سواء كان ذكر ولا أنثى، وراه الأسئلة التي تحرج هذه المجموعات. هذا هو الغرض من تجزئة أو تقسيم يعني إجابات المبحوث. نعم شكرا أستاذ. من لديه سؤال شفوي مباشر للأستاذ، يمكنه رفع اليد من خلال أيقونة موجودة أسفل الشاشة. نمر إلى السؤال الثالث. أمينة مخلوفي: كيف أفرغ البيانات المكتوبة حسب مقياس لتاف الخماسي؟ كيف أفرغ البيانات المكتوبة حسب مقياس لكارت الخماسي؟ التفريغ احنا بدينا فيه في الـ في الـ في الـ في, الـ في البداية. أعطينا مثال على على على, على قضية الاستمارة نتاع ليكارت أو الخماسي، أعطيناها نورمال يعني في قضية التفريغ هو عبارة عن أولا ندرك أن الترميز لو عدنا ندرك باللي هذا الترميز أراه فيه من واحد إلى خمسة، ندرك درجة كل إجابة، يعني لو قلنا أن الإجابة رقم خمسة هي موافق بشدة فقط علينا أن نستخدم نرجع إلى البرنامج مثلا، نرجع إلى البرنامج نلاحظ أنه هناك فونيتر أو أداة مساعدة فيها ليترال عفوا ما ليش يشوف أني موقف العرض مش مشكلة. هناك لو رجعنا للبرنامج نلاحظ في الأعلى أداة مساعدة فيها
حرف أ وواحد، حرف أ وواحد، هذيك حرف أ وواحد تعطينا يا إما ليترال يعني يا إما تعطينا الكلمة مكتوبة أو تعطينا الرقم تاعها، تعطينا الرقم البديل. هذا الرقم البديل يمكننا نحن بسرعة يعني في قضية إدراج البيانات أو من الاستمارة بسرعة. المهم أننا نكون عارفين البدائل أرقامها، يعني مثلاً موافق بشدة رقم 5 نكتب رقم 5 بدون أن نجعل شيء آخر، نكتب رقم 5 عادي، مثلاً موافق نكتب 4 محايد 3 ونبدأ بهذه السرعة. يعني نكمل قاع التفريغ تاعنا، بإمكاننا ندير فيكاسيون نرجع لديك الآن نضغط عليها راح يخرجوا لنا ردتي، راح يخرجوا لنا بالحروف بدل ما كانوا بالأرقام، وبالتالي أداة التفريغ بالنسبة لي سلم لك. نعم. كيف كيفية وضع جدول مركب في حالة ما كان المبحوث ذو جنس واحد ذكور فقط؟ جدول مركب لا يكون مركبا إلا بين متغيرين. هذا ما هو الفرق بين الجدول الجداول التجميعية والجداول المركبة؟ قلنا الجداول التجميعية فيها مجموع واحد، الجداول التجميعية فيها مجموع واحد، بالمعنى نعطوا مثال، مثلا إذا كانت الإجابة ما مدى تقييمك للتعليم عن بعد؟ الإجابة نعم، أو عفوا هل توافق على التعليم عن بعد؟ نعم أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الدوافع؟ هل الدوافع تتعلق ببعد إقامتك على الجامعة؟ أو تتعلق بالوظيفة إلى غير ذلك. هذه الإجابة اللي هي إذا كانت الإجابة بنعم تدخل في ما يسمى بالجدول التجميعي وليس التركيبي، تسمى الجدول التجميعي. وهنا في هذه الحالة أنه الجدول التجميعي فيه مجموع واحد من ناحية الصفوف، فيه مجموع واحد من معنى أنا ندير مثلا نرجع إلى الجداول اللي إن شاء الله البرنامج مش عارف، لكن نرجع إلى قضية عرض الشاشة منش باغي نرجع عليها لبل باش ما يتوقف لنا العملية. في قضية الجدول نعم أم لا، بالمعنى إجابة لا تبقى ثابتة، إذا كانت الإجابة بنعم إجابة لا تبقى ثابتة، معناها لو كان عدد اللي جاوبوا بلا بتسع أفراد أو تسع مبحوثين، والذين أجابوا بنعم هي 31 يعني المجموع راه 40، ديك 31 مقسمة على البدائل في حالة الإجابة بنعم، وبالتالي يصبح المجموع في الأسفل بالنسبة للأعمدة، يعني إجابة نعم المتكررة وإجابة لا الأحادية، يعني لا كيقول لك لا راهو أو دير لا، بالتالي التكرار يجمع التكرارات نتاع ديك 31 نتاع نعم بخياراتك الجديدة مع لا، وبالتالي تصبح في الأخير في الأسفل يعني في أسفل العمود يصبح المجموع 40، ولكن لا نلقى المجموع بالنسبة للاتجاه الآخر لأنه أصلاً ما فيش تركيبي، ما فيش كما قلوا متعامل في صف وعمود، لا فيه لا صف. هذا هو الفرق بين الجدول التجميعي والجدول التجميعي فيه لا صف، والجدول التركيبي فيه صف وعمود. نعم. زين تقول يمكن حساب المعدل معادلة الكسب لكاندل عن طريق SPSS. نعم كيف يمكن حساب معادلة الكسب لكاندل عن طريق SPSS؟ نورمال اي موجوده جميع الـ يعني هذو الاناليز ولا الاحصاءات موجوده، جيت مان موجوده، كاندل موجوده، موجوده كايتر بيع موجوده، يعني كل البرنامج مش راح يعني القصد مش راح يميز لك بين المتغيرات بقدر ما انت تميز واش هو الاحصاء المناسب انت تميز. اما الاحصاءات موجوده حتى في الاكسل موجوده، موجوده جميع فيها كايتر بيع فيها الارتباط حتى في الاكسل موجوده، يعني مش فقط عليك انت تحدد نوع الاحصاء المناسب لكل بحث او ان صح التعبير لكل متغيرات سواء كانت مستقله او تابعه. اذا عليك انت تحدد، وهو ما هو
الإحصاء المناسب للظاهرة المدروسة. ما هو الإحصاء المناسب للظاهرة المدروسة؟ في بعض الإحصاءات لا يمكن يعني حساب الارتباط في بعض البحوث، لابد أن نستخدم الانحدار، لأن الانحدار بالمعنى مثلا الظاهرة نتاع تفشي المخدرات أو ظاهرة تفشي السرقة أو هذه نحسبوها بما يسمى بالانحدار، والانحدار هو بالعربية أو باللغة العربية هو الانتشار، بالتالي يعطينا مدى انتشار تلك الظاهرة في تلك المنطقة إلى غيرها. نعم. في آخر سؤال من الأسئلة المكتوبة، كيف يتم تفريغ الأسئلة المفتوحة عندما تكون إجابات مبحوثين مختلفة عن بعض؟ هذه كتبها نرجع لها مزية اللي سألوها قريب من نسيتها. الأسئلة المفتوحة هو يحبز تجنبها بالنسبة للبرنامج، ولكن إن كانت في الاستمارة علينا بقراءة الإجابة المفتوحة كاملة، نلخصها كل تلك الكلمات مهما كانت على الأسطر تاعها، نلخصها في كلمة أو اثنتين، وبالتالي راح نستخدم بدائل لم تكن موجودة في السؤال على الإطلاق. يعني مثلا ما هو الوقت أو لماذا تغيبت عن الامتحان مثلا، يجاوبك واحد تغيبت عن الامتحان ويقول لك ديك تكست وهذاك النص، هذاك النص انت تدمنه غير كلمة ولا كلمتين اللي تعني مش فهمت من ذاك التغيب، علاه تغيب فقط. ندي لك الكلمة أو كلمتين ونضيفها إلى جانب الاحتمالات الأخرى للإجابات الأخرى، وبالتالي كل إجابة الإجابات المتشابهة أي التي عندها هدف واحد نجمعها في كلمة، وبالتالي ديك الكلمة نجمعها ونستخدم بدائل أخرى للسؤال، وبالتالي تصبح بدل ما كانت الإجابات مفتوحة تصبح أنها شبه مغلقة، وبالتالي يمكن تحليلها أو يمكن حساب إحصاء لها. نعم. ننتقل للأسئلة المباشرة. هل هناك دقيقة فقط؟ يقول ملكة إجابة مبحوثين نلخصها ونحولها لخيارات حيث يصبح من سؤال مفتوح إلى سؤال مغلق، هكذا؟ شبه مغلق. شبه مغلق. يمكن فيه كلمتين، يمكن نعم يكون شبه مغلق. نعم. شبه مغلق. هل هناك أسئلة شفوية مباشرة للأستاذ؟ إذا كان هناك أسئلة إذن نشكرك أستاذ مولودي على هذه المحاضرة القيمة، وفعلا وبدون مجاملة كانت محاضرة قيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نتمنى للجميع رمضان مبارك، صحة فطركم، وإلى الملتقى مرة أخرى. نجدد لك الشكر أستاذ مولودي على هذه المحاضرة وعلى تعبك، ورغم مسؤولياتك الكثيرة لكن خصصت لنا وقتا طويلا بالنسبة لوقتكم ومنحته للطلبة وللأساتذة، شكرا جزيلا لك أستاذ. العفو، في الحقيقة أعتبر نفسي أني مقصر إلى حد ما، لأنه لم أستطع إيصال ما كنت أنوي أن أصله نظرا للتقطعات. بالعكس أستاذ، المحاضرة كانت من أحسن المحاضرات في الاسبياسس، حتى أنه نعرف أن الاسبياسس أصبحت الآن من الدورات التي هي مدفوعة الأجر بأسعار خيالية بالنسبة للطلبة، ولكن معك منحتنا كل ما يجب معرفته وكذا القاعدة في الحساب في الاسبياسس. شكرا جزيلا. نرحب بكل ضيوفنا في الفضاء الرقمي لجامعة أحمد الدراية بأضرار ومركز المساعدة النفسية الجامعية، على أن يتجدد معكم اللقاء إن شاء الله قريبا، ونتمنى لكم حظ موفق دائما. صحة فطوركم ورمضان مبارك، تقبل الله صيامكم وقيامكم، ووداعا إلى الملتقى إن شاء الله. سبحانك لا إله إلا أنت.